السلام عليكم الوريدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين، نتمنى تكونوا في احسن الظروف والاحوال ان شاء الله، صحه جيده، والدخله ديال المدرسه ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه وبالرزق تيرشرش بالماني ماني ان شاء الله يا ربي. نتمنى لكم كل حاجه زوينه، ونتمنى لكم الرزق والخير والصحيحه ان شاء الله، ولوليداتكم واللي مريض الله يشافيه. ايوا الجاليه المغربيه كنعطيها التحيه، اللي مشاو الله يديهم على خير، واللي باقين الله يوصلهم عليهم تما بخير ان شاء الله. ايوا اليوم راني سالا ندير في حنينه، ديك المره درتها لكم في الجرده. ايوا اليوم راني درتها لكم في دار لوسي اختي. انا غادي نقلب لكم الكاميرا ونوريكم الرجيلات وتان ساليو، عاد نوريكم الحنه كلها. بناتي لا ما تخافيش، ويلي شتيني شجدك؟ ويلي والدريه اللي قدامي هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله. ديري لها بيبليسيتي باش يبداو يعيطوا عليها. راه غنديرها لها. ما عندكش شي رقم تحطيه؟ كتحطيه؟ حطه ما عنديش. النقاشه ماهره تبارك الله وصلى على النبي. شوفوا البدايه، شوفوا الاول، ولا كيقولوا لها الاول وما بعد الاخير. شوفوا دابا النقش، ما عرف هذيك من بعد الاول ومن بعد قبل وبعد هكاك. وحنان اللي كدير لي المصوره ما كايناش. شوفوا دابا قبل وبعد من اللي غنحيدها ثاني غنوريكم. واللي بغى النقاشه راه غنحط لكم داك سميتو البليتيسيسيس هيك النيم ديالها، غنحطو لكم اللي بغاه يعيط ليها ان شاء الله. تما الوريدات ديال خالتي خديجه، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ انتم خالتي خديجه صايبت الرجيلات اليوم، دارت الحنه ما شاء الله تبارك الله. كي جات شوفوا الحنه تبارك الله، ما نقولش لكم الحنه يا تبارك الله، حتى هي كيدايره على النقاشه. ها انتم خالتي خديجه النقاشه خدت مرت فلوس وداك الشيء تبارك الله ما شاء الله. ليديدات يلا غنبدا فيهم، والرجيلات راكم شفتوا، انا غنحط لكم الرقم ديالها، واللي بغات تحني تعيط ليها. الله يرضي عليكم، عرفتوا راه عندها واحد النقيش واعد ان شاء الله ملي نحيدها ما غنخليش حتى الغدا. فاللي بغي نمشي غنوريكم وغتشوفوا النقش ديالها تبارك الله. شدك شوفوا شوفوا شدك صافي. منين اخرى غتبدا تتعلى غنبقى في الجو مشدد ماكله مخططه. يلا السلام عليكم. يلا ها انتم الوريدات، خالتي خديجه كملت الرجيلات ودابا في اليدين. ها انت تبارك الله ما شاء الله. الله يبارك فيك يا ربي. امين يا ربي تبارك ليا في هاد البنيه ان شاء الله، بالصحه والراحه خالتي خديجه، في عرسك ان شاء الله. الله يحن على هاد الوريدات اللي عندك. الله يجوجك يا ربي هاد العام يا ربي، وهاد الحنه ما يدور العام تنحنيو في عرسك ان شاء الله. تبارك الله على النقاشه ديالنا. شدي لي على وجهها. لا نقاشه ماهره تبارك الله ما شاء الله عليك. غدا نحط لكم الرقم ديالها، اللي بغا يعيط ليها. نحيد الحنه وتشوفوا الحموره كي دايره، عاد تبان النقش زوين. هي الصراحه ملي كتكون خضره كتبان زوينه. ايوا اختي نحني وانا جايه من الحج ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. لي اثار ملي نجي وندير النقيشات، ملي نبغي نمشي عنمررها ان شاء الله. مشي انا وخديجه ان شاء الله. انتما الوريدات ديال خالتي خديجه الصبيعات، عاوتاني باش تعرفوا حنا راه عندنا واحد النقاشه ماهره تبارك الله عليها. تحني وانتي عروسه ان شاء الله. ان شاء الله يا ان شاء الله. هاي لله ديال لاله خديجه ام البنات. لي فلور لي فلور. وي 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 ويلي ويلي عوينه وخرجات فيك يا خالتي خديجه.
بلاتي النوم السلام عليكم الوريدات الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا في احسن الظروف والاحوال ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا الفيديوهات ديالي وانتوما فرحانين وناشطين وعجبكم ماماكم خديجه وعجبينكم الفيديوهات ديالها، عجبكم العفويه ديالها، وشكرا لكم على كل شيء. شكرا لكم، شكرا الله سبحانه وتعالى، ولكم نتوما المتتبعين الاوفياء العزاز الغاليين، شكرا شكرا شكرا. وخا نبقى نشكر فيكم نشكر فيكم، راه ما غنوفيكمش حقكم. شكرا شكرا لخوتي المغاربه فين ما كنتو، داخل الوطن وخارج الوطن، الجاليه المغربيه كلكم، اللي كيتفرج واللي ما كيتفرجش، كنشكركم وكنعطيكم تحيه كبيره. الدول العربيه كنشكركم بزاف، من الجزائر لتونس للدول كلها، العالم كله كنشكر كل من هو كيشوفني، كنشكره وكنعطيك التحيه وشكرا لكم. انا فرحانه اليوم، بغيت نفرحكم معايا في اليوم هذاك، الفرح ديال الوليد اللي شفتو، المختون ديال ولد لوسي اليوم عارضين علينا انا وبنياتي، غاديين فرحانه. وبغيت نعطيكم التحيه من البيت ديالكم، ونعطيكم التحيه في القناه ديالكم، هذه راه قناتكم قبل ما تكون قناتي، انا راه كنهضر وانتم كتدعموا قناتكم نتوما قبل ما تكون ديالي. كنشكركم بزاف بزاف بنياتي العزاز اللي كيقولوا حقك كلام زوين. وكنشكرك ناديه بنتي السعوديه الحاجه، الله يجعل سيدي ربي هذا الحج ان شاء الله يكون لك بالصحه وبالسلامه وبالرزيق وبداكشي اللي كتمناي. ناديه الخميسات اللي في الرباط العاصمه الزوينه، تحيه لجميع سكان العاصمه والمالكنا، الله ينصره والله يخليه لينا ويخلينا وليداتو ان شاء الله يا ربي، تاج فوق راسنا. وانا كل من كنسمع شي واحد في الرباط حيت فيه سيدنا كيعز عليا، الحمد لله. شكرا لك بنتي، وشكرا تحيه لراجلك سلمي عليه بزاف نسيت سميتو، وشكرا للعماد الممثل، وشكرا لخديجه بلجيكا، شكرا لبنات لوسي فرنسا، شكرا لأي واحد، أي واحد، البنت لوسي في طاليان، البنت لوسي الأخرى اللي في ألمانيا، كنعطيكم تحية كلكم. إلا نسيت شي واحد بالسمية سمحوا لي، أنا كنبغي نعبر على إحساسي وكنبغي نعبر على محبتي ليكم، وكنشوف ديك المحبة ديالكم الزايدة بزاف، كتبغيوني وكتفرحوا لي ملي كنكون مفوجة ولا فرحانة، كتقلقوا عليا ملي كنكون مريضة، يعني كتفرحوا معايا في الفرح كتحزنوا معايا في الحزن. شكرا لكم، انا بغيت نعطيكم هاد التحيه من هنا، ونعطيكم هاد الشكر من بيتكم ومن قناتكم. شكرا 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 لكم بزاف بزاف، وتحيه لاسبانيا الرشيده صاحبتي الصدور، الله يجازيها بخير والله يخلي لك بنيتك والله يحفظك. وراني مازال ملي كنبدا ندير الفيديو انا كنتفكر. شكرا 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 للزهره، العائلة ديالنا، الروح طيبة، طاليان رشيد عزيز، عزيزة مراته، كل شيء كل شيء كل شيء. لنسيت شي واحد سمحوا لي وقولوا لي بصحة الحنة كي جاتكم، شوفوا الحناني الله يحن عليكم والله يحن على بنياتكم. كل من كيتمنى شي حاجة يا ربي تحققها ليه يا سيدي ربي، والله يجعل سيدي ربي يسهل على البنيات، اللي باغا تجوج الله يسهل عليها، اللي باغا ان شاء الله الخدمه الله يسهل عليها، جميع البنيات جميع الوليدات، اللي مريض الله يشافيه، اللي ميت الله يرحمه، اللي باقي الله يطول في عمره، والله يخليكم ليا دائما منورين ودائما وريدات يا الوريدات ديالي. موح عليكم، هذا ليكم، ها هو ليكم، هذا القليب، ها هو انتم هنا، انتم هنا دخلتوا صورتو ولحتو صورت. تحيه تحيه لحي المطار، تحيه لحي المطار بعيالاتهم برجالاتهم كلشي، تحيه لجيراني القدام والجداد، وتحيه لعائلتي الكبيره والصغيره، وتحيه لخوتي وخواتاتي وبنات خواتاتي، تحيه لكم كلكم اللي سول فيا واللي ما سولش، راكم عزاز وغاليين وراكم في القليه بربي اللي مطالع. تحيه لعيالات خوتي والوليدات خوتي والخوتي العزاز الغاليين اللي ولدت لي ميمتي الحبيبه ديالي الله يرحمها، والحمد لله الحمد لله، الله يجمعنا في الخير يا ربي، الله يهدي النفوس. وشكرا لكم، ويلاه معانا احنا غاديين دابا، ممكن الشطيح والرديح، خليكم معايا شوفوا عروقات ميمتكم شوفوا.
لا بغيتي تطلعي على الكونتراري اسلام اش الى العود دير بحال هكا دايتر ما كيعرف Oh, man.
دابا جبناه العاده ديالنا كنطلعوه فوق العاود وكنجيبوه للجامع تصور هنايا وكي العاده المهم كنخرجوا اللي تختل كيبغيو لي شويه كنخرجوا للجامع هذه راه كلشي كيدير هذا التقاليد ديال المغاربه كلشي كيطلعوا الوليدات فوق العاود كيجيبوه للجامع كيصوروه وفرحنا الله يفرحه ويكبر في عزه ان شاء الله والله يحفظ ليه بنياته ويحفظ ليه هذا راه هو العزري وسمينو على لوسي احمد اللي مات الله يرحمه والله يرحم جميع المسلمين والله يحفظوا ليه وراه عزيز وغالي هذا الوليد وغيبقى غالي ان شاء الله ونتمنى يجي بحال سميته ان شاء الله وخليكم معايا
Ha ha ha!